طبعا الهيئة الإدارية في نادي المستقبل بالشق الرياضي سباقة في تنظيم البطولات وخاصة لكرة القدم، واليوم كهيئة إدارية نركز على الشباب والفرق الشبابية في المحافظة. قمنا بأكثر من بطولة، ولكن هذه البطولة يعني اليوم أشوفها ويعني تصوري بطولة جدا مهمة، لأن أكثر فرق شبابية هي فرق شبابية من أعمار 18-20 سنة. فإحنا اليوم كأندية رياضية في المحافظة دائما نركز على الطاقات الشبابية، وفعلا يعني قبل أيام شاركنا في هذا الفريق مع نادي دوك مباراة ودية مع نادي دوك، فعلا كان فريق جيد. نوجه دعوة من خلال قناتكم الغراء بدعم الأندية الرياضية، اليوم الموصل بحاجة إلى دعم رياضي وإلى جهد كبير. بالبداية نهنئ الفريق الفائز بهذه البطولة التي أقامها نادي المستقبل المشرق، وإن شاء الله سنكون داعمين لهذه البطولات من أجل تطور الشباب في مدينة الموصل. وفي النهاية أشكر اللجنة المحلية التابعة للفرع الرابع عشر للحزب الديمقراطي الكردستاني، والشكر لرئيس نادي المستقبل المشرق الشرق الزيباري. حضورنا اليوم إلى نادي المستقبل الرياضي لمشاهدة المباراة النهائية بين نادي المحاربين ونادي المستقبل المقيمة على ملعب نادي المستقبل الرياضي، ونحن ممثلين عن الحزب الديمقراطي الكردستاني داعمين للرياضة والشباب في مدينة الموصل، وساعين كل الجهد في سبيل تطوير الرياضة والرياضيين في مدينة الموصل وبناء مدينة الموصل، وإن شاء الله نكون سندا لهم في كل المجالات وخاصة الرياضية، ونتمنى لهم التوفيق والنجاح. نختتم بطولة اليوم بطولة نادي المستقبل المشرق الرياضي بمشاركة 24 فريق شعبي. الحمد لله والشكر الله وفقنا في ختام هذه البطولة، شارك فيها أكثر من 24 فريق. البطولة طولت شهر، أكثر من شهر، بنظام التصفيات الزوجي. تأهل فريقين نادي المستقبل المشرق الرياضي وفريق المحاربين. المباراة حلوة، أجواء رائعة، وحضور المسؤولين زادنا دعم أكثر إن شاء الله. ونشكر نادي المستقبل على هذه البطولة الرائعة، ونطلب إن شاء الله المزيد والمزيد.